بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن درس ثنائي القطب إرسي، وسأعطيه لكم أهم علاقات التي يجب أن تعرفها في هذا الدرس. إذن سنبدأ بتعريف ثنائي القطب إرسي. ماذا نقصد بثنائي القطب إرسي؟ إذن تعريف ثنائي القطب إرسي هو تركيب على التوالي لمكثف سعته سي وموصل أومي مقاومته إر. هذا يعني أن ثنائي القطب إرسي يتكون من موصل أومي مقاومته إر، ويتكون من مكثف سعته سي. الموصل الأومي يتميز بمقاومة إر وتكون وحدته الأوم، وفي الدارة الكهربائية نستعمل رمزا اصطلاحيا للموصل الأومي، ويكون عبارة عن مستطيل صغير ويمر فيه تيار كهربائي. ويطلبوا منكم عادة في الامتحان الوطني أو في الفروض بإنشاء التوتر بين مربطي المقاومة أو لا بين مربطي الموصل الأومي. ما معنى هذا؟ يعني يطلبوا منكم ترسموا هذه يو إف. إذا باش ترسم هذه يو إف هذا ماشي في ما عجبك ترسمو. إذا أول حاجة خصك تقلب عليها هو تقلب على الملحة ديال التيار الكهربائي. فينا كاين الملحة ديال التيار الكهربائي، مثلا ملي غنختارو الملحة ديال التيار الكهربائي جاي نحو من الأعلى نحو الأسفل، يعني أن التوتر يو إف سيكون من الأسفل نحو الأعلى، غادي يكونوا متعاكسين في هذه الحالة هذه. ثم غننتقلو للمكتف. المكتف عندنا بزاف ديال الانواع، وهذه الصوره ديال واحد النوع ديال المكتف. في الدار الكهربائيه كنستعملوا هذا الشكل هذا او هذا الرمز الاصطلاحي للمكتف، كيتميز بالسي سعته السي. ملي كتشوف هذا الشكل فانه مكتف يمر فيه تيار كهربائي. والمكتف عبارة عن ثنائي القطب. ماذا نقصد بثنائي القطب؟ لأنه يتكون من قطبين، القطب الأول هو القطب A والقطب الثاني هو القطب B، وأيضا يتكون من موصلين متقابلين يسميان لبوسي. يتكون من موصلين متقابلين، هذا الموصل الأول والموصل الثاني يكونان متقابلان ويسميان اللبوسي. الجوج هذوك اسمه اللبوسي، اللبوس الأول واللبوس الثاني. اللبوس الأول يحمل الشحنة الموجبة، واللبوس الثاني يحمل الشحنة السالبة. وعادة أيضا في الامتحان الوطني كيبقاو يطلبوا منكم شنو هو اللبوس اللي تكون عليه الشحنة الموجبة، وشنو هو اللي تكون عليه الشحنة السالبة. كيفاش كنعرفهم؟ خصنا نعرفوا المنحة ديال التيار الكهربائي. هذاك اللبوس اللي تيكون من جهة المنحة ديال التيار هو اللي تتكون عنده الإشارة الموجبة، يعني هو اللي تكون عنده الشحنة الموجبة. أما الآخر الثاني تكون عنده الشحنة السالبة. أما بالنسبة للتوتر يسي بين مربطي المكتف يكون دائما متعاكس مع منحى التيار الكهربائي. دائما التوتر يسي خاصنا نرسمه يكون متعاكس مع منحى التيار الكهربائي. كما كتلاحظوا هنا في هذا الشكل أن التيار جا من A نحو B، يعني من A إلى B. إذا فالتوتر سيكون من B نحو A. إذن هذا فيما يخص تعريف ديال الموصل الأومي والمكتف الذي سعته السي. الآن غادي ندخلوا العلاقات، الأهم علاقات، وهنا غادي تاخذوا واحد الورقة وستيلو وغادي تحطوها قدامكم، وأي علاقة وصلناها اللي قلت لكم كتبوها لأن هي اللي غادي تحتاج في الامتحان، ما غاديش تحتاج شي حاجة أخرى من غير هادو. إذن غادي تبدأ بالعلاقات المميزة للمكتف سعته سي وموصل أومي مقاومته إر. وغادي نبداو بالموصل الأومي لأن نتيجة شفتو في السنوات الماضية في 7 و8 و9 و5 شفتو هذا الموصل الأومي وتعرفتوا على أول علاقة باش كيتميز، هي ما يسمى بقانون أوم. ملي تيكون عندنا الموصل الأومي فإن تيكون عندنا هذا القانون، هذا قانون أوم اللي تيقول لنا بأن التوتر بين مربطي الموصل الأومي يساوي المقاومة مضروبة في شدة التيار الكهربائي. إذا هذه أول علاقة اللي خصك تقيدها وتكتبها باش تعقل عليها. ثم ننتقلوا للمكتف. ملي تيكون عندنا المكتف أشنا هي العلاقة اللي خصني نعرف؟ هي العلاقة بين الشحنة والتوتر، يعني الشحنة الكهربائية اللي كنرمزو ليها بكيو أو لا كيو ماجوسكيل بحال بحال كتساوي السي، السي اللي هي السعة ديال المكتف، وكنضربوها في التوتر بين مربطي المكتف.
بالنسبة سي تتكون بالفرد اف ماجسكيل، و كيو تتكون بالكولومب، و يو سي تتكون بالفولت. بالنسبة هنايا يو ار تكون بالفولت، و ار تتكون بالاوم، اما بالنسبة شدة التيار تتكون بالامبير. هادو العلاقات الاولى، يعني العلاقة الاولى هي قانون اوم كتبوها، والعلاقة الثانية هي العلاقة بين الشحنة والتوتر بين مربطي المكتف. الان غادي نمشيو للعلاقة الثالثة. العلاقة الثالثة هي العلاقة بين الشحنة وشدة التيار، يعني هي العلاقة اللي كتجمع بين اي و كيو، لان في بعد ان شاء الله غادي نبقاو ندخلوا علاقه ندخلوها بعلاقه اخرى، يعني حتى هذا كنتعلموا. ولكن خصك اول حاجه خصك تعرف هذه العلاقات هذو، هل الاولى هل الثانيه. الان العلاقه بين الشحنه وشده التيار، اذا هنايا عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى اذا كان التيار مستمر، يعني ان اذا كان التيار الكهربائي ثابت ما كيتغيرش، ثابت لا يتغير بدلالة الزمن، إذا فإن كيو فإن إي زيرو كنرمزو ليها عادة بإي زيرو كتساوي كيو على الدلتا تي، يعني الشحنة مقسومة على الدلتا تي المدة الزمنية. و في غالب الأحيان كنبقاو نستعملو هاد العلاقة هادي التيار المتغير ملي كنتغير، لأن هنا غادي نهضرو على التغيرات ديال التيار الكهربائي، يعني كنرمزو ليها بإي مينيسكول بدلالة الزمن تتساوي بإشتقاق ديال الشحنة بدلالة الزمن، يعني تي دو كيو على تي دو تي. إذا العلاقات اللي خصكم تعقلوا عليهم دابا هي العلاقة الأولى قانون أوم، العلاقة بين الشحنة والتوتر، والعلاقة ديال التيار المستمر، والعلاقة ديال التيار المتغير. هادو أربعة ديال العلاقات. غنمشيو دابا للمعقول، كيفاش غادي نبينو العلاقة بين إي والتوتر يو سي. إذا هذه علاقة بسيطة جدا. إذا نعلم أن كيو، إذا العلاقة الثانية اللي قلت لكم قيدوها كيو كتساوي سي مضروبة يو سي، وهذه العلاقة الرابعة اللي قلت لكم قيدوها هي اي كتساوي دي دو كيو على دي دو سي. من هادو غادي ننطلق باش نبين اي بدلالة يو سي. كنلاحظوا بأن في هاد العلاقة فيها كيو، وهاد العلاقة هادي فيها كيو. إذا شنو خاصني ندير؟ غادي ناخذ العلاقة هاد العلاقة هادي ديال اي، وغادي نعوض فيها كيو، وغتعطينا اي كتساوي دي دو كيو على دي دو تي كتساوي دي دو سي يو سي على دي دو تي. وبما ان السي هي سعه المكتف وهي تتكون ثابته، اذا ثابته غادي نخرجوها على برا ديال الاشتقاق، دونك غيكون عندنا اي كتساوي سي مضروبه في دي دو يو سي على دي دو تي. اذا هذه هي العلاقه اللي خصكم تعقلوا عليها، اي كتساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي. اذا هذه العلاقه الخامسه. إذا خمسة هاد العلاقات دابا شفناهم، تكتبهم في ورقة باش ملي غادي ندخل للمعادلة التفاضلية تحطهم قدامك باش تعقل عليهم. دابا غادي ندخلو لفقرة أخرى في الدرس اللي هي الطاقة المخزونة في المكتف. إذا هاد المكتف هذا تيخزن واحد الطاقة، وكيفاش غنحسبوها؟ عندو علاقة ديالو أن أو، إذا ما كيطلبوش منكم تبينوها وهي مباشرة كتستعملوا هذه، أو أو كتساوي واحد على جوج سي أو سي على أو سي اثنان، يعني إنرجي ماجازين كتساوي واحد على جوج مضروبة في السعة ديال المكتف مضروبة في التوتر بين مربطي المكتف أو سي اثنان، يعني هذا أو سي هذا كنديرو ليه أو سي اثنان. وكاين علاقة في حالة ما عندناش أو سي راه كتكون عندنا كيو، خصنا نستعملو هذه واحد على جوج كي سي اثنان على سي. وبعض المرات يقدر تلقاو يقول لكم بينوا لي هاد العلاقة هادي، تبينوها تنطلق من هادي وتبين هادي. كيفاش غادي نديرو؟ يعني بطبيعة الحال غادي نستعملو العلاقات الأولانيين. العلاقة الثانية اللي كنا شفنا كي كتساوي سي مضروبة يو سي، كنخرجو يو سي من هاد العلاقة غيعطينا كي على سي، ثم غادي نعوضوها في العلاقة الأولى ديال الطاقة وغتعطينا سي كيو على سي أو سي اثنان. من بعدها غادي نفرق لهم هاد أو سي اثنان، كيو أو سي اثنان على سي أو سي اثنان، وكنلاحظ بأن عندنا واحد السعة في البسط وعندنا جوج في المقام، غادي نختزلو بواحد فيهم وغادي نلقاو هاد العلاقة هادي أو كتساوي واحد على جوج كيو أو سي اثنان على سي. إذا هادو هما العلاقات ديال الطاقة المخزونة في المكتف، هنا كنهضرو فقط على المكتف. ثم غادي نمشيو للفقره اخرى اللي هي مهمه بزاف، طرق تحديد ثابتات الزمن. هذا سؤال كيتحط بزاف في الامتحان الوطني، حدد ثابتات الزمن. اذا ثابتات الزمن غنعطيكم واحد التعريف ديالو بسيط. شنو هو ثابتات الزمن؟
هو المدة الزمنية اللازمة لشحن أو لتفريغ 63% في المكتب. إذا هي ديك المدة الزمنية فاش كيتشحن لينا 63% ديال المكتب، أو لا كيتفرغ فيه 63%. يا إما كيتشحن 63% المدة الزمنية فاش كتشحن 63 فهي الضوء، أو لا يحدد عندنا التفريغ المدة الزمنية فاش كتفرغ عندنا 63%. نعطيكم مثال بسيط، مثلا انت عندك تليفون ملي كتشارجيه حتى يوصل 100% وكتحيد ليه الشارج، كتخدم فيه غادي 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 حتى تضيع فيه 63%، يعني مشات لك 63%، شحال غيبقى؟ غتبقى 37%، اذا تفرغات فيه 63%. ديك المدة الزمنية فاش غتوصل 37% هذيك هي ثابتة الزمن. وكيفاش كنحددوا هاد ثابتة الزمن؟ دار الحال ما تيطلبوش منكم التعريف، تيقول لكم القيمة ديالو، تيبغيو هما القيمة ديال هاد ثابتة الزمن. كاينين جوج ديال الطرق، كاينة الطريقة الأولى اللي هي الطريقة النظرية، وكاينة الطريقة المبيانية. الطريقة النظرية هي تو كتساوي اغ فوا سي، ومن بعد فاش غادي نوصلوا المعادلة التفاضلية غادي نبينوا هاد العلاقة هادي، علاش تو كتساوي اغ فوا سي. إذا هذه العلاقة تنظن السادسة، إذا العلاقة السادسة غادي تكتبها إلا بغينا نحسبو طو. إلا عندنا إيغ و عندنا سي كنستعملو هاد العلاقة مباشرة و كنحسب ثابتة الزمن. العلاقة أو لا الطريقة الثانية باش كنلقاو طو هي الطريقة المبيانية. الطريقة المبيانية عندنا فيه جوج ديال الحالات، في حالة عندنا الشحن تيكون عندنا المبيان على هذا الشكل، يعني من صفر، إذا مازال عندنا مكتب فارغ، إذا غيبدا من صفر وغادي كيشحن 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 حتى يوصل واحد القيمة القصوية اللي كنسميوها أو، هذا كنسميوه النظام الدائم. إذا القيمة القصوية هذه هي أو، ملي كيوصل القيمة القصوية بغينا نحددو هاد الطو، أشنو كندير؟ عندي جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى كنرسمو المماس اللي كيكون في الصفر، يعني واحد المستقيم، وفي الامتحان الوطني راه تيعطيوكم هاد المماس، وإلا ما عطاوش كاين بعض الامتحانات تيعطيوكم غير واحد شوية فيه، تيرسمو حتى هنا مثلا، وتيخليكم نتوما تكملوا المماس حتى للبلاصة فين تيتقاطع مع القيمة القصوية. هاد البلاصه فين كيتقاطعوا اشنو كدير؟ كدير ليه الاسقاط على محور الافاصيل، وغادي تلقاه هنايا مثلا، هنايا درنا ليه الاسقاط لقيناه واحد سونت. هذه الطريقه الاولى. في حاله ما عندكمش المماس كننصحك تستعمل هذه الطريقه هذه، لان هي اللي غادي تخرجك صحيحه 100%. في حاله ما رسموش لكم المماس، الا ما رسموش لكم هذا المماس هذا اشنو خاصك دير؟ غادي تاخذ القيمه القصويه غادي تضربها في 0.63، ديك القيمه اللي غتعطيك غادي دير ليها الاسقاط على المنحنى. من بعد النقطة ديال التقاطع بين هذا المستقيم والمنحنى كدير ليه الإسقاط على محور الأفاصيل. بحال مثلا هنايا عندنا 10 فولت، أو كتساوي 10 فولت، هذا مثال. غادي ناخد 10 غادي نضربها في 0.63، هي غتعطينا 6.3، ها هي 6.3، درت ليها الإسقاط على المنحنى ودرت لها الاسقاط على محور الافاصيل، ولقينا بان طو كتساوي 1 سكوند او لا ملي سكوند على حسب الوحده اللي عطاوكم هنايا. وبتبان الوحدات ضروريه جدا هنايا، الا عطاكم الملي سكوند راه خاصكم تحولوها للسكوند، وغتبقى في 10 اس ناقص 3. ثم الطريقه الثانيه في حاله عندنا التفريغ، يعني التفريغ المبيان تيبدا من القيمه القصويه اللي هي مثلا تساوي 10 وغادي كينقص الى ان يصل الصفر. هنايا كانت هنا نفس الطريقه، غادي نرسمو المماس، ولكن في هذه الحاله ما غاديش نرسموه من الصفر، ولكن كنرسموه من القيمه القصويه او، هذا البلاصه فين كيتقاطع مع محور الافاصيل فهي الطو. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يعني تفرغات لينا 63%، ملي كتفرغ 63% شحال غيبقى؟ 37. اذا كناخذ 0.37 وكنضربها في او، وكانت القيمه اللي عطات لينا كنديروا ليها الاسقاط على المنحنى وكنديروا الاسقاط على محور الافاصيل، وكنلقاو القيمه ديال الطو. يعني عندنا جوج ديال الطرق، كاين طريقه المماس، كاين طريقه ديال الضرب في 0.37 في التفريغ، او الضرب في 0.63 في اثناء الشحن. إذن هذه هي الطريقة ديال جميع الطرق لتحديد ثابتات الزمن. الآن غادي نمشيو للفقرة الأخيرة في هذا الفيديو هذا باش ما نطولش، هي تجميع المكتفات. دابا حنا
كامل من بداية الفيديو حتى لهنايا هضر نهضروا على مكتف واحد، ولكن الى عندنا جوج المكتفات ثلاثة وربعه في دارة واحده، هادو هاد المكتفات هادو يقدر يكونوا على التوالي، يقدر يكونوا على التوازي. انا نشوفوا اذا كانوا على التوالي، مثلا انا خديت جوج ديال المكتفات وقدرت طبقها في جميع المكتفات واخا يكونوا 4 5 6 الى اخره. اذا انا خديت غير جوج ديال المكتفات، مثلا عندي واحد الدارة فيها جوج ديال المكتفات، هذا وهذا، السي واحد والسي اثنان، كل واحد عنده السعه ديالو. هاد المكتفات هادو نقدر نجمعهم في مكتف واحد اللي كنعطيو اللي تكون عنده واحد السعه، كنسموها السي ايكيفالون، اللي كنسموها السعه المكافئه. وكيفاش كنعرفوا القيمه ديالها؟ بطبيعه الحال في التمارين كتلقاو تعرفوا القيمه ديال السي واحد وكتعرفوا القيمه ديال السي جوج، وتيطلبوا منكم تحسبوا القيمه ديال السي، يعني السي ايكيفالون، السعه المكافئه للمكتفات. اذا هاد السي ايكيفالون كتساوي كندير واحد على السي ايكيفالون كتساوي واحد على السي واحد زائد واحد على السي جوج، اذا كندير لهم المقلوب ديالهم وكنديروا عمليه الجمع وكنلقاو السي ايكيفالون. ملي غادي ندير عمليه الجمع غادي ندير توحيد المقام وغنديروا المقلوب وكنلقاو السي ايكيفالون، وهذا الشيء غادي نشوفوه في التمارين. على التوازي، اذا كانوا على التوازي، على التوازي كما كتعرفوا ان الدار على التوازي هي اللي تيكون فيه العقد. ما معنى عقده؟ يعني ملي كيجي التيار الكهربائي من هنايا كيجي حتى هنا كيتفرق، هذه البلاصه فين كيتفرق كنسميوها عقده، هنا فين جا ما يسمى بقانون العقد. اذا الى عندنا جوج ديال المكتفات على التوازي ولا ثلاثه ولا اربعه، اشنو كندير؟ كنقدر نعوضهم بمكتف واحد وكتكون عنده واحد السعه اللي تنسموها سعات السعة المكافئة للمكتفين. والقيمة ديالو كيفاش كنحسبو؟ إلا عندنا على التوازي كتكون عندنا السي إيكيفالون كتساوي السي واحد زائد السي جوج، إلا عندنا ثلاثة غنديرو السي واحد زائد السي جوج زائد السي ثلاثة، إلا عندنا ربعة غنديرو السي واحد زائد السي جوج زائد السي ثلاثة. إذا هادو هما العلاقات اللي غادي تعقلو عليهم في ثنائي القطب، وان شاء الله نتمنى تاخذوا واحد الورقه وعاودوا تعاودوا الفيديو وكتب جميع العلاقات اللي دات عليهم هذا الاطار هذا الازرق، خصك تكتبهم كاملين. يعني تقريبا راه وصلنا شي 8 ديال العلاقات ولا 9 اللي هما اساسيين في ثنائي القطب، وغادي نعاود لهم التذكير ملي غادي ندخل التمارين. كل سؤال غادي ندير لكم التذكير ديال العلاقات ديالو، باش هكاك غادي توصل للحلقه ديال السنه وغتكونوا شادينهم وضابطين هاد العلاقات هادو، وفي التمارين غادي يجيوكم ساهلين، وسيرتو في المعادلة التفاضلية، لأن هذا الدرس هذا شنو فيه باش نعطيكم كخلاصة عامة. وسمحوا لي واخا طولت هذا الفيديو هذا، غنعطيكم كخلاصة عامة. في الدرس ديال ثنائي القطب غادي تعرف هذه العلاقات الأساسية، ملي غادي تعرفهم وكتبهم في واحد الورقة وحطهم قدامك ملي كتخدم التمارين، ماشي هزهم وحفظهم تسنطا تحفظهم عاد تخدم التمارين، راه ماشي هكا كنخدمو الفيزياء. يعني غادي تاخد هذه العلاقات وكتبهم في واحد الورقة وحطهم قدامك وغادي تاخد التمارين. مثلا تيقول لكم المعادلة التفاضلية راه غادي تحتاجوهم ان شاء الله، في المعادلة التفاضلية غادي نشرح لكم هذا الشيء هذا بدون إطالة. الا كنتي اول مرة كتشوف هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس ليصلك مزيد من الدروس والتمارين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.